عقد معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تطرق إلى أبرز ما جرى في جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها جلالة الملك المفدى وفخامة رئيس روسيا الاتحادية الصديقة فلاديمير بوتين. وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية على أهمية اللقاء الذي جرى بين الزعيمين، منوها إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين الصديقين حيال العديد من القضايا. فيما أكد لافروف على أن المباحثات التي جرت بين جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الروسي أكدت على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. لقد سادت أجواء من الثقة والصداقة في هذا اللقاء، وتم مناقشة تعزيز العلاقات في كافة المجالات، فإن فخامة الرئيس وجلالة الملك مصممان على مواصلة تعزيز هذه العلاقات، مصممون على إقامة التعاون بين البرلمانات، وكذلك نؤير اهتماما كبيرا للتعاون العسكري والتعاون الاقتصادي والتجاري. وأشير إلى التعاون المكثف في مجال الاستثمار، حيث استثمر الصندوق البحريني ممتلكات ب 250 مليون دولار إلى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وهناك مشاريع قد دخلت حيز التطبيق أو سيتم تطبيقها قريبا، قيمتها الإجمالي أكثر حوالي 20 مليار روبل. وقد ناقش فخامة الرئيس وصاحب الجلالة نشاط مجلس الأعمال الروسي البحريني الذي يجري جلساتها بشكل منتظم في كل من روسيا والبحرين، وتم ترقية التعاون العسكري الفني بين البلدين إلى مستوى جديد في هذه السنة، ونحن نتطلع على مواصلة وتعزيز الاتصالات بين العسكريين في البلدين. وقدمنا الدعوة للجانب البحريني والعسكريين البحريين لحضور ألعاب الجوية أفيا دارتس وما يسمى ببياتلون الدبابات. ففي المجال الإنساني نحن مرتاحون بتطبيق البرنامج للتعاون الثقافي لمدة 3 سنوات، وكذلك برنامج التعاون في مجال السياحة لمدة 2 سنين من السنة 2015 إلى السنة 2016. وبطبيعة الحال ناقش فخامة الرئيس وصاحب الجلالة المسائل الإقليمية والدولية، وذلك في سياق التطورات في منطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا. ولدينا موقف موحد أنه يجب ترتيب الأولويات من قبل المجتمع الدولي، ومن تحت هذه الزاوية تبادل فخامة الرئيس وصاحب الجلالة بالآراء قبل كل شيء حول سوريا، ونحن اتفقنا على ضرورة الدعم من قبل المجتمع الدولي، الدعم للتطبيق الكامل للقرار الأممي رقم 2254، وهو ينص على ضرورة إقامة الحوار الشامل السوري، ونحن ندعم مواصلة الجهود في إطار مجموعة دولية لدعم سوريا والذي سيجتمع في ميونخ في 11 فبراير. وهذه هي المبادئ التي لا بد من تبنيها في حل الأزمات في كل من ليبيا واليمن والعراق وأفغانستان، ولا بد من إبداء الاهتمام الخاص وتضافر الجهود الدولية من أجل حل الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، وهذا على أساس العدالة. ونحن نشكر أصدقائنا في البحرين على تعاطيهم الإيجابي مع النسخة المعدلة والمحدثة لهذه المقاربة الروسية للأمن في منطقة الخليج، ونحن نتطلع على مواصلة مناقشتها خلال الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، وذلك في النصف الأول من السنة الجارية في موسكو. أتفق معكم فيما ذكرتم فيما يتعلق بالمباحثات بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وأخيه وصديقه فخامة الرئيس فلاديمير بوتين. كان صاحب الجلالة الملك يتطلع إلى هذا اللقاء، والحمد لله جاءت نتائجه أيضا، والمباحثات هامة جدا وأوضحت أن الموقف بين البلدين الصديقين يتطابق على مختلف الأمور، إن كانت العلاقات الثنائية المتنامية أو إن كانت على أمور المنطقة. هناك الآن الكثير من اللجان، لجنة حكومية
للعمل بين البلدين ولجنة للتعاون العسكري والفني للنظر في التعاون في هذا المجال والتبادل الخبرات والتدريب ومشتريات السلاح، وأيضا المجال الاقتصادي والاستثماري ومجلس رجال الأعمال. أما فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة فكانت مباحثات هامة جدا، وكان هناك اتفاق في الرأي، وكما ذكر أخي سيرجي فموقفنا كان موحد وعلى محاور رئيسية وهي محاربة الإرهاب والحلول السلمية للخلافات وعدم السماح بتفكيك الدول وإسقاط الدول الوطنية. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا فنحن أيضا صاحب الجلالة الملك حفظه الله يقدر جدا دور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وحكومته وبلده الصديق في مساعدة روسيا للخروج من هذه المحنة الصعبة، ويرى جلالته أن هذا دور مهم جدا وعلى جميع دول العالم وبالأخص الدول الكبرى والمؤثرة أن تتعاون مع روسيا لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا، ونتطلع إلى التعاون مع روسيا في إطار الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون، ونرحب كما رحبنا سابقا في زيارة جلالة الملك السابقة في 2008 بالنظرة الروسية للأمن والاستقرار في المنطقة، أيضا ننظر بعين الاعتبار والتأييد إلى النظرة الروسية المحدثة للأمن والاستقرار في المنطقة. وكان جلالة الملك حفظه الله شاكرا جدا لأخيه فخامة الرئيس، ونتطلع وتطلع إلى زيارة فخامة الرئيس إلى مملكة البحرين في الفترة القادمة.